يا زكوة قوية لم يونس. اللغة العربية، ليش نتعلم اللغة العربية؟ لغة القرآن الكريم. أ-و-بي. مع بعض كلنا. أ-و-بي. عيدة. زكفور. أحسنت، ممتاز. بطل. شو اسمه؟ عيدو. ممتازة يا فاطمة. زكفول يلا. ممتاز. ممتاز يا شوكة. بطل. أ-و-إي. أحرف المد. زقفة قوية كثير. يلا. نعلمهم أول شيء القراءة والكتابة حتى يتمكنوا من قراءة كتاب الله، حتى يتمكنوا من الاندماج بالمجتمع العربي، لأنهم هذول يعتبروا أردنيين مش باكستانيين، لأنهم ما لهم نية على الباكستان. خلاص هذول اندمجوا بالأردن وعاشوا بالأردن وأباءهم مواليد الأردن. شو هو؟ ممتازة. ممتاز كفولة. يا طارق. سنت يا طارق. ممتاز كفولة. أرى كتب عبد الله باثنين ما شاء الله. أ-و-إي. ممتاز كفولة. نحن بمبادرة وصال الخير اليوم جينا عن أشقاء وأخواننا الباكستانيين من أجل إطلاق مبادرة ذكرى.